يا مساء الخير، يا مساء الطاقة والشباب، على حضراتكم وحلقة جديدة ببرنامجكم شباب حكاية. كتير مننا بيبقى عايز يروح وظائف معينة، عايز يفتح مشروع معين، عايز حاجات معينة. يقولك أنا شاطر في كل حاجة بس أنا ما عنديش ثقة بالنفس شوية. أنا لو عندي ثقة بالنفس هعرف أدوس في الحتة دي، هعرف أجي في الحتة دي. الثقة بالنفس من أهم الحاجات اللي ممكن تمشيك 10 خطوات لقدام. لازم يبقى عندك ثقة بالنفس، ثقة باللي جواك، ثقة باللي انت هتنجح. انا داخل المشروع ده عندي ثقة في نفسي اني هنجح، بذاكر في كلية معينة عندي ثقة في نفسي اني هنجح في المادة دي، هنجح في الكلية دي، عندي ثقة كافية ان انا لو فتحت مشروع هنجح في المشروع اللي انا فتحته. يعني الثقة بالنفس ده عامل اساسي ومهم جدا جدا ان احنا لازم نكون واثقين في نفسنا، مؤمنين بنفسنا. اي حاجة تاني هنتعلمها، هنكتسبها، هناخدها كورسات، قدرات، الحاجات دي كلها، لكن الثقة بالنفس لازم نكون واثقين من نفسنا. عشان كده في كتير مننا يقولك يعني ايه ابقى واثق من نفسي؟ طب وده هيجي لي ازاي؟ كل ده احنا النهارده هنعرفه النهارده في فقرتنا من ضيفنا اللي مشرفنا النهارده، دكتور اسحاق بشرى ابادير، اخصائي صحه نفسيه وارشاد اسري ومدرب دولي تنميه مهارات. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. يعني فعلا الثقة بالنفس دي حاجة مهمة جدا. أكيد طبعا. لو أنا داخل في مشروع لازم أبقى واثق من نفسي. الناس كتير تقولك يعني إيه أصلا أبقى واثق في نفسي؟ يعني مفهوم الثقة بالنفس كلمة ثقة جاية من كلمة إيمان، وإيمان يعني معتقد، فهو اعتقاد الإنسان بإمكانياته بقدراته وعلى أنه يحقق أهدافه، على أنه ينجح في الحياة، إيمانه بأنه هو يقدر يتعامل مع مختلف المواقف وبثبات وهدوء. غير كده هو تقدر يحقق حاجات كتيرة وفي نفس الوقت يبقى محتفظ بنفسه بالثقة اللي هو موجودة فيه، من غير ما يذبذب، من غير ما أي حاجة تأثر عليه، نقد سلبي أثر عليه. هو ده مفهوم الثقة بالنفس. ناس كتير قوي دكتور مفتقدة فكرة أني أنا بقى واثقة بنفسي، ده هو سر نجاحي. لا، أكيد أن الثقة في النفس ده سر النجاح. ليه؟ لأن الثقة في النفس معناها أنا بحفز ذاتي، معناها أن أنا بقدر أشغل نفسي بنفسي، وفي نفس الوقت أقدر أن أنا أحط أهداف معينة وامشي عليها بحيث أن أقدر أوصل للنجاح. فالثقة في النفس والنجاح في علاقة تبادلية مع بعض. بس إحنا عايزين برضو اتفضل. كل ما زادت الثقة بالنفس كل ما زادت النجاح في الحياة. أكيد. بس برضو ده بياخدنا لحتة أني في شعرة كده ما بين الثقة والنفس، الثقة بالنفس وما بين الغرور، ما بين الكبرياء. أنا إزاي أفرق أن أنا واثقة في نفسي بس أنا مش مغرورة، أنا ما عنديش كبرياء؟ يعني بصي، هو في حوالي 7 نقط في الموضوع ده. هو في شعرة معينة بسيطة ما بين الثقة بالنفس وما بين الغرور. إزاي يعني؟ يعني لو جينا من ناحية التواضع هتلاقي الواثق في نفسه متواضع، شخص متواضع بطبيعته، ما بيحبش يتكلم عن نفسه كتير، وفي نفس الوقت ما بيحبش يتفاخر قدام الناس. عكس اللي هو متكبر، بيوهم نفسه ان هو متفوق وان هو احسن من الناس. ان هو غير كده، ان هو عارف كل حاجه، ما بيحبش النقد السلبي. عكس المتواضع، المتواضع لا، ممكن يتقبل النقد السلبي ويعالجه ويشوف ايه الضعف اللي عنده ويبتدي يقويه. لكن المتكبر لا، انا كويس. انا غير كده، المتكبر بيميل للعزله اكتر ما بيميل للتجمعات، او معنى صح ما بيبقاش اجتماعي بطبعه، يعني ما بيحبش يقعد مع الناس او بالفطره. غير كده اللي هو عنده ثقة بنفسه ده إنسان استقلالي. لكن التاني أناني، ما بيحبش، يعني ممكن يبقى عارف المعلومة لكن ما يرضاش يقولها. يستنى ياخد معلومات من الناس لكن ما يرضاش يقول المعلومة اللي عنده. فدي حاجة من ضمن الحاجات. وقلنا طبعا اللي هو تقبل النقد ده بالنسبة للشخص اللي هو واثق في نفسه، لكن الشخص اللي مش واثق في نفسه بيرفض أصلا إن أي حد ينتقده، ويفتكر إن هو يعني إن هو كامل من كله، فما بيحبش إن هو إن حد ينتقده عامة. حاجات بسيطة قوي ما بين الثقة بالنفس فعلا والغرور. يعني أنت تبقى واثق من نفسك ده مش بيوصلك لإنك تبقى مغرور في نفسك، يعني صحيح؟
تمام. عايز اعرف العلاقه بقى ما بين الثقه بالنفس وما بين القدرات اللي بتبقى موجوده عند الشخص نفسه. قدرات الانسان ممكن نجزئها لان مواطن قوه ومواطن ضعف. صح. مواطن القوه اللي عنده دي القدرات بتاعته، هو يقدر يعمل ايه. عشان اقدر احط علاقه ما بين الثقه بالنفس وما بين القدرات دهيت، كل ما زادت القدرات كل ما زادت الثقه بالنفس، والعكس كل ما زادت الثقه بالنفس كل ما زودت من قدراتي. عن طريق ايه؟ عن طريق التحفيز الذاتي، عن طريق ان انا بتعلم وبطور من نفسي، عن طريق ان انا بشوف ايه مواطن الضعف اللي عندي وابتدي اقويها. فكل الحاجات دهيت بتديني ثقه في النفس، وفي نفس الوقت انا لو واثق من نفسي هقدر اعمل واعمل واعمل واحط اهداف واقدر اوصل للنجاح. الاثنين علاقه تبادليه مع بعض. يمكن بنشوف شباب كتير جدا فعلا بتبقى شاطره وفعلا بيبقى عندها قدرات وكفاءات، بس هو بيجي عند حته الثقه بالنفس. انا لو في وظيفه معينه مش بتلاقيه هو اللي متقدم للامام رغم ان هو شاطر، ما عندوش المبادره. فعلا، لان في ناس بتفتقد للثقه بالنفس في مواضع معينه. زي حته المبادره، ما بيقدرش يبادر. ليه؟ مش واثق في نفسه. ممكن لو مثلا هيترقى في الشغل ولا حاجه ممكن يرفض الترقيه دهيت. ليه؟ عشان هو خايف من جوه او قلقان، فبالتالي ما بيقدرش يبقى عنده الجراءه اللي هو يقدر يقبل حاجه زي كده اهوت، وما عندوش ثقه بالنفس اللي هي تقدر تساعده في حاجه زي كده. اكيد. فبالتالي بيتراجع في حته الثقه بالنفس. لما بيفقد الثقه بالنفس بيتراجع عن حاجات كتيره قوي ممكن تساعده ان هو ينجح. ازاي الثقه بالنفس دي انا استغلها جوه شغلي بقى؟ لو انا بشتغل في مكان معين ازاي دي توصلني ان انا اترقى في شغلي وابقى ناجحه في شغلي؟ عن طريق ان انا بحفز ذاتي، ان انا ابقى مبادر، عن طريق ان انا اتعلم واطور من نفسي. كل الحاجات ده هي بتساعدني ان انا اطور من شغلي، وبالتالي حتى رئيسي في الشغل ممكن يشوفني ان انا انسان كويس وانسان عندي الميل للتطوير والتحسين من اداء عملي، فبالتالي ده بيساعدني ان انا اترقى اكتر واكتر في شغلي. طب ايه الحاجات اللي بتخلي الانسان ما بيبقاش واثق في نفسه او بتضعف ثقته في نفسه؟ الفشل ده اهم حاجه بتخلي الانسان يفقد الثقه في نفسه. مش عيب ان انا افشل يعني افشل، بس اتعلم من الفشل بتاعي. لو انا بتعلم من الفشل بتاعي هتفضل الثقه بالنفس موجوده، لكن اللي بيفشل مره واثنين وتلاقيه انسحب في الحاله دهيت بيبقى فقد الثقه بالنفس وبالتالي فقد النجاح بتاعه. تخيلي توماس اديسون عشان يطلع المصباح الكهربي تعرض للفشل كم مره؟ 999 مره. جه في المره الالف وطلع فعلا المصباح الكهربي اللي اداله شهره كبيره واداله نجاح كبير. ده اكبر مثال على الموضوع ده. هو بلاش كده، هو عندك من الكتاب المقدس يوسف الصديق كان ناجح وكان الرب معه فكان رجل ناجحا. طب ليه؟ عشان مع انه تعرض لاكثر من حاجه تخليه يفقد الثقه في نفسه. صحيح. يعني ابسط حاجه في اخواته، يعني اضطهاد اخواته ليه. بلاش كده، هو والدته توفت وهو صغير طبعا. والده كان بيميزه فبالتالي سبب له اضطراب. اخواته لما رموه في البير قعدوا يضحكوا عليه واستهزأوا بيه. بعد كده اتبعوه وراح مع القافله الاسماعيليين. راح مصر، وهناك في مصر لقى اضطهاد من زوجة فوتيفار. فبالتالي كل ده حاجات تعرض لها. غير كده واحد غيره هيقول لك طب بابا نسيني، طب هو فين بابا عشان يدور عليا؟ مع انه ما عرفش ان اخواته قالوا لابوه ان هو ايه، ان هو توفى او ان هو اكله الديب. فبالتالي كل الحاجات ده هيت، بالاضافه كمان لوجوده في السجن، وحتى لما قال الخباز وشراب الملك ان هم يذكروه قدام الملك وهم نسيوه. فكل ده هي حاجات تخلي اي بني ادم يفقد الثقه في نفسه جدا. لكن بالرغم من كده هو عشان كان ثابت في ربنا، كان بيتعلم من الفشل بتاعه، ما بيستسلمش ابدا للفشل. كان ربنا معاه، وبالتالي اصبح وزير في مصر، واصبح زمة كان كبيره، ولدرجه ان هو كمان سامح اخواته وابوه جه وباركه بعد كده. يمكن كتير من شبابنا برضو بيفتقد لنقطة ان اي حاجة تمر بيا او اي حاجة صعبة، اي تجربة سيئة احنا مرينا بيها
ده مش بيخلينا نتقدم لقدام، لا ده بيرجعنا 10 خطوات لورا ومش بناخد منه دروس الموقف اللي حصل لنا ده. ما ده اللي بيحدد اذا كان الانسان ده هو عنده ثقه بالنفس ولا لا. ممكن واحد معلش يعني يلاقي فيه تنمر عليه، كان طفل صغير في المدرسه، في بتحصل كتير ان في بعض الاولاد بيتنمروا على شخص ما. الشخص ده هو لو استسلم للتنمر بتاعهم ده ممكن ما يبقاش عنده ثقه بالنفس، وبالتالي عمره ما هيبقى انسان ناجح بعد كده. لو هو واحد كبير ممكن يلاقي زمايله في الشغل بيضايقوه مثلا عشان ما يوصلش وينجح في 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 مقابل ان هم يوصلوا على حسابه هو، وبالتالي ده حاجات بتأدي لانه الانسان ما يبقاش عنده ثقه في نفسه. لكن اذا قدر يتغلب على كل الحاجات دهيت اكيد اكيد هيقدر ياخد وضعه ويقدر يبقى ناجح في حياته ويبعد خالص عن فقدان الثقة بالنفس. ازاي قوي ثقتي بنفسي يا دكتور؟ ممكن يكون شخص مر بحاجات كتير قوي سيئة او مواقف او زملاء في العمل، الحاجات دي كلها، ازاي انا اقوي ثقتي بنفسي وارجع ثقتي بنفسي اكتر من الاول؟ أول حاجة الوعي الذاتي، إن أنا يكون عندي وعي بإمكانياتي وقدراتي، عندي عارف إيه الحاجات اللي هي تنجحني وإيه الحاجات اللي هي تضعفني. أبتدي أمسك الحاجات اللي تضعفني دهيت وأحاول أطور منها بحيث إن تبقى مصدر قوة بالنسبة لي مش مصدر ضعف. فبالتالي أقدر إن أنا غير كده هو النقد السلبي، أبعد عن النقد السلبي وخليني في النقد الإيجابي. لو توجه لي نقد سلبي ازاي اقدر احوله لنقد ايجابي او ازاي احوله لحاجه ايجابيه؟ ازاي يعني احنا بناخد النقد السلبي كده اللي هو ايه يعني على حساسنا قوي وبنزعل ونضايق ونكتئب، فازاي احوله حاجه ايجابيه؟ يعني زي ما قلنا من شويه ان لو انا بتضايق من النقد السلبي يبقى كده انا عندي حته غرور شويه، لكن لو انا مش بتضايق منه بالعكس انا هاخد النقد السلبي دهوت واشوف هما ايه اللي بيخليهم يقودوني كده هوت، ايه مواطن الضعف اللي عندي وهبتدي اشتغل عليها بحيث ان اطورها واتعلم. مع التعلم وتطوير الضعفات اللي عندي اقدر في الحاله دي اتغلب على الحاجات اللي بتوقع الثقه بالنفس. ايه حاجه تانيه ممكن ابقى شايفه ان هي تعالي عندي الثقه بالنفس؟ هل في مثلا يعني في حاجات مكتسبات من الطبيعه، هل في حاجات مجهودات شخصيه انا المفروض اعملها؟ ايه الحاجات دي اللي تخليني واثقه بنفسي اكتر؟ ارجع ثقتي بنفسي. اني اتغاضى عن الفشل. انا فشلت في حاجه معينه خلاص مش الدنيا خربت، لا بالعكس اتعلم من الفشل واشوف انا وقعت في ايه وابتدي احول الفشل دهوت لتجربه. من اللي حوالينا بقى هم برضو بيبقوا عامل اساسي في اللي احنا بنبقى فيه يا دكتور. ما اتجنب الناس السلبيين وخليني مع الناس الايجابيين. الناس اللي بتشجعني ان انا اطور من نفسي، ان انا بتديني نصيحه حلوه. في الحاله دهيت ابتدي اتعامل معاهم هم اكتر من الناس السلبيين. غير كده هوت صياغه الفشل كفرصه للنمو. ان انا اخد الفشل دهوت واحوله ان هو ده فرصه ليا ان انا اكبر. مش كتير بيعملوا كده يا دكتور، يعني احنا بناخد الفشل ونقعد ساكتين ومش بنحاول حتى ان احنا نجرب ده مره واثنين وثلاثه. ما هو ده اللي بيفرق ما بين واحد والتاني. في واحد بيستسلم للفشل، في واحد لا انا الفشل ده بالنسبه لي دي فرصه ان انا اتعلم منها واخد خبره بحيث ان بعد كده هو لما اجرب واحاول مره تانيه اكيد لازم هنجح ولازم هتغاضى عن الحاجات اللي وقعتني. الفشل نقطة مهمة جدا في حياتنا على فكرة، يعني بحس كمان ممارسة التفكير الإيجابي. إن أنا أخلي تفكيري إيجابي على طول. الدعم الاجتماعي، إن الناس اللي حوالين مني تدعمني في 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 الحاجة اللي أنا بعملها، لما ألاقي تشجيع من الناس في حاجة أنا بعملها في الحالة ده هيبقى عندي ثقة بنفسي أكتر وهتزيد. الرعاية الذاتية طبعا اللي هو التعلم، إن أنا أجيب كتب وأتعلم وأقرأ وأطور من نفسي. مواجهة الخوف من الفشل، إن ناس كتيرة قوي بتقع في الموضوع ده هوت، إنه بيبقى خايف إن هو يفشل عشان كده ممكن ما يكتسبش التجربة أو ما يعملش المحاولة. الخوف من الفشل، فشل ذات نفسه يعني يا دكتور. الخوف والقلق دول أكتر حاجات نفسية بتضعف الإنسان إن هو يقدر يمارس النجاح أو يقدر يبقى عنده ثقة بنفسه
اللي توصلوا للنجاح. بس اللي بسمعنا يقول لك يا دكتور ما هو لازم لازم نخاف يعني لازم يبقى في خوف من يعني لازم يبقى في خوف من الفشل، لازم احط في 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 حياتي اعتبارات للفشل يعني. ما بين الخوف وما بين الحذر. انا ممكن ابقى حذر من حاجه توقعني لكن مش معنى كده ان انا خايف منها. لكن لو انا خايف منها في الحاله ديت عمري ما هقدر اقوى عليها او عمري ما هقدر ان انا اجتاز الموضوع ده. طب نقطة مهمة جدا يا دكتور حضرتك قلتها، ان انا ممكن الثقة بالنفس تقوى عندي من المجتمع المحيط بيا يعني. بالظبط. الدعم الاجتماعي، ان انا احاوط نفسي او اخلي تعاملاتي اكتر مع الناس اللي بتدعمني او بتشجعني في 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 الحاجة اللي انا بعملها او تحقيق اهدافي. اغلبنا بيبقى ماشي مصدق صح، انت انا فشلت في الموضوع ده الناس عندها حق، طب ما انا فعلا غلطان في الحتة دي. ما ده الوعي الذاتي بقى يخش هنا، هو ان انا لو انا واعي بذاتي هقدر احلل المشكله جت منين وايه السبب بتاعها، هل من الناس اللي حوالين مني يبقى في الحاله دي الناس دي سلبيه او بتدعمني سلبي، ولا الفشل بتاعي ده من عدم مقدرتي او نقص في 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 الصفات بتاعتي اللي تخليني ابقى مؤهل للموضوع ده. صحيح. شكرا ليك يا دكتور. شكرا ليك. شكرا ليك عمري. دكتور اسحاق بشرى بدير اخصائي صحه نفسيه وارشاد اسري ومدرب دولي تنميه مهارات، شكرا لحضرتك مره ثانيه. انا فتحت عمرك. مشاهدينا خلصت فقرتنا لكن ما خلصتش حلقتنا، استنونا بعد الفاصل ومكملين.